هاي جايز، اهلا بيكم على قناة سامر تايم. دلوقتي وقت العشاء بتاعي، وحبيت بس اصور بسرعة فيديو اوريكم انا هتعشى ايه. فده عبارة عن حاجة هنا مشهورة اسمها الساشيمي، وده يعتبر يعني نوع من انواع السوشي اللي الناس كلها عارفاه. الساشيمي عبارة عن سمك ني مش مطبوخ خالص، بيعتمد بس على السيزنينج او اللي هو الملح والفلفل والحاجات البهارات اللي بتتحط عليه، بس غير كده مفيش لا تسوية ولا أي حاجة. وزي ما قلت هو مشهور جدا هنا، هو ممكن يكون غريب، ناس كتير تستغربه، بس يعني ده من أكلاتي المفضلة، يعني تقريبا ده أكلي كل يوم. فعبارة عن ساشيمي اللي هو سمك التونة، وزي ما انتم شايفين متقطع كده ني خالص. قطعت معاه نص أفوكادو وحطيت عليهم شوية ملح وبتاع ده خل تفاح وحبة البركة وسمسم وزيت زيتون كتير، عشان بحب انا زيت الزيتون كتير جدا، وشوية فلفل حامي اللي هو فلفل احمر بس كده. فانا مش عارفة الكالوريز بتاعت الوجبة دي ممكن تكون قد ايه، يعني نسيت احسبها، بس هكتبها لكم في الديسكريبشن بوكس لما اتوصل ليها. بس زي ما انتم شايفين حاجة خفيفة جدا، ما فيهاش اي تعقيدات، هي تعتبر زي سلطة ممكن يتاكل معاها رز لو انت حابه، بس انا بحب اكلها كده نيه. وزي ما انت شايفين الطبق بيبقى كبير، فبتبقى يعني مشبعه. بس اتمنى يكون الوجبه دي عجبتكم، انا عارفه انها غريبه شويه بس يعني تغيير. بس واشوفكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله. باي باي.